يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. يمكن انتوا وحشتوني جدا، وفعلا يعني بقالنا فتره انا وزمايلي ما بنطلعش، وخطيب يمكن طلع امبارح واول امبارح، وكنا يعني كان طلع طبعا الحلقات لوحده، واحنا يمكن ظروف صحيه غبنا عنكم شويه، لكن نوعدكم ان شاء الله انه الاسبوع اللي جاي ده الحلقات كلها هنبقى موجودين وهنرجع تاني نهزر ونضحك زي عادتنا. ولكن اللي انا عايزه اقوله بقى لخطيب، يعني يا خطيب انا حسيت ان انت يعني ما صدقت ان انت تبقى لوحدك، على قد ما كان يا جماعه بيطلع يعمل فيديوهات على انستجرام ان هو قد ايه متاثر ان انا مش موجوده وفاروق وشريف ونوره، ولكن انا كنت بحس ان هو ما صدق. يعني طبعا بسلم عليه وبسلم على كل زمايلي وبسلم على الساده المشاهدين. خلينا نبدا كده معاكم النهارده، معانا فقرات كتيره ومختلفه، وزي ما احنا معودينكم دايما بنبدا كده من الاخر للاول. النهارده معاد فقرتنا ونشرتنا الفنيه اللي بقدم لكم فيها اهم واخر الاخبار الفنيه في مصر والوطن العربي والعالم. قبلها على طول الحقيقة هيكون معانا ضيف مميز جدا، وهو صانع محتوى، صانع محتوى لكن محتوى من نوع خاص، محتوى يمكن مش ناس كتيرة قوي بتتطرق له أو بتتكلم عنه، وهو زراعة النباتات المختلفة. ممكن يكون في ناس مهتمة بزراعة النباتات على أسطح البيوت، في بعض المساحات الفاضية اللي عندهم لما بيبقى عندهم مساحة بيحبوا أن هم يستغلوها، ولكن التخصص أن هو يبقى متخصص في أنه يعمل فيديوهات يعرف الناس ازاي يعملوا يزرعوا نباتات، وايه النباتات اللي تتزرع في البيت وتتزرع في الاماكن زي الجناين او المساحات الواسعه المفتوحه، يعني حاجات كتيرة جدا. والحقيقة انه يمكن دكتور محمد علي هو صانع المحتوى، هو اصلا خريج طب بيطري، ولكن كان في كده مفارقة لطيفة جدا اثرت في حياته خلته يتجه لموضوع النباتات، وسمى القناة بتاعته نبات توبيا، وهو يمكن تعرضه لوعكة صحية خلته ان هو يحس انه بعدها اضطر ياخد بعض الاعشاب والنباتات، وفعلا يعني تم شفائه على خير بسبب الاعشاب والنباتات دي. من هنا قرر نقطة التحول في حياته في الكارير بتاعه أنه يتجه لصناعة محتوى زراعة النباتات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسمى القناة بتاعته نبات توبيا. هينورنا وهنتكلم أكتر باستفاضة معاه عن المحتوى وعن زراعة النباتات المختلفة. قبلها بقى على طول هيبقى معانا مناقشة الحقيقة ودراسة من صحيفة واشنطن بوست بتتكلم عن ظاهرة، يمكن الظاهرة دي بدأنا نلاحظها بشكل كبير جدا، وخصوصا للأسف يعني مش بس هقول لكم الأجيال الصغيرة أو اللي هم المراهقين، ولكن كمان الدراسة دي بتتكلم عن الأعمار السنية اللي هي 35 و40 سنة، وهو العزوف عن القراءة أو فكرة إنه إن إحنا ما بقاش فيه قراية، ما بقاش فيه اهتمام، وان هم شايفين انه زي ما بيقولوا كده اعداء القراءه، وبقى في وسائل وسبل تانية يقدروا يتعرفوا بيها على معلومات يطلعوا بيها اكتر غير القرايه. الحقيقه انه يمكن منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اثرت بشكل كبير جدا على الموضوع ده. زمان كنا بنشوف انه الراجل او الست لما تحب تقضي وقت فراغها كانت تمسك كتاب تقرا روايه أدب تاريخ أيا كان هي أو هو بيحب يقرأ إيه، فكان بيتجه للنوع ده من القراية ويفضل يقرأ في وقت فراغه. ولما كنا بنشوف الأهالي تحب تعلم أولادها معلومات أو حاجات جديدة في حياتهم ودروس مستفادة بس بشكل لطيف، كنا بنلاقي مجلات ميكي وسمير وفلاش وطبعا حكايات الجيب وما وراء الطبيعة والأساطير بتاع دكتور أحمد خالد توفيق اللي تقريبا شباب كتير جدا طلع وتربى عليها. كان دايما كده كنت بشوف وانا صغيره انه اي شاب عنده 15 16 سنه دايما يبقى لازم كتاب يبقى في جيبه، كتاب صغير، ان هم كانوا بيسموها كمان كتب او حكايات الجيب، لانها كانت فعلا بتبقى يا دوب بيقدر ياخدها ويحطها في ايديه كده يمسكها او في جيبه، وتبقى سهله جدا ان هو يحملها في اي وقت وفي اي مكان. كانت القصص دي مش لازم تبقى معلومات تقيله على الانسان، لا بيقراها في وقت فراغه في الصيف. فكان مثلا ممكن تبقى قصص بوليسيه،
ممكن تبقى مثلا روايات خيالية، ممكن تبقى روايات عاطفية. وكانت البنات كتيرة قوي معروف في جيل الثمانينات وما قبل والسبعينات كانوا يحبوا قوي يقروا القصص العاطفية والروايات اللي فيها رومانسية وحب. كان يبقى في قصص للأطفال يقدروا يبنوا خيال واسع من خلالها، يقدروا يبقى في فوازير يقدروا أو ألغاز يحلوها. كان دايما كان بيبقى في آخر كل مجلة كده كلمات متقاطعة، كان بيبقى في حل اللغز، حل الفزورة. فكان دايما الطفل بيحصل له تفاعل مع العالم اللي هو بيدخل فيه من خلال القراية من خلال القصص. وكان بيستنى او كنا بنستنى العدد، يعني كل عدد يعني بنجيب مثلا العدد نستنى بقى اللي بعديه ونبقى شايقين جدا. وطول الفتره دي كنا بنحفظ حرفيا المجله، وكنا بنرجع للاعداد القديمه ونقعد نقرا فيها ونحفظها ونقعد نبدل مع اصحابنا في المدرسه المجلات والقصص، وكنا بنقعد نلون. انا بحس انه الحقيقه الاجيال السنين دي مظلومين جدا وما بيقروش زي ما احنا كنا بنقرا وزي ما احنا كنا متعودين، وبنينا خيال وثقافه وادراك ووعي كبير جدا من خلال الحاجات دي. لكن هم دلوقتي حياتهم اكتر على السوشيال ميديا، على يوتيوب، على الالعاب اللي كلها عنف، او يمكن على القصص والستوريز الاجنبيه اللي كلها سوبر هيروز. ويمكن برضو في بعض العادات والتقاليد اللي هم بيحاولوا يكسروها عندنا في مجتمعنا الشرقي من خلال الأطفال. والحقيقة أن في نسبة كبيرة جدا من الأطفال للأسف بدأت تتأثر بالموضوع ده، وده هنلاقيه ملحوظ في الأجيال اللي هم المراهقين التينيجرز. عايزة أرجع تاني لموضوع السوشيال ميديا. ويمكن السوشيال ميديا دلوقتي ليه أنا بقول لكم أن هي بقت تأثر بشكل كبير جدا على القراية، لأنه بكل بساطة ممكن حد يكون مثلا صانع محتوى، والحقيقة بيقدم محتوى قيم ومفيد جدا، ولكن هو بيقدم محتوى انه بيلخص الكتب في ريلز او في فيديوهات لا تتعدى الخمس ست دقايق، بيحكي لك قصة الكتاب كلها من اولها لاخرها. فممكن واحد يكون سايق، ممكن يكون واحد قاعد مش قادر يقرأ كتاب كبير، لكن ممكن ياخد الخلاصة كلها في خمس ست دقايق، عرف او خد فكره عن الكتاب وبقى عنده مجموعه كتب يقدر يتكلم يقول انا قريت كذا وقريت كذا وقريت كذا في انواع كتيره مختلفه من الادب والمعرفه. ممكن يكون ده شيء ايجابي للناس اللي ما عندهاش وقت لكنها متعوده على القرايه، لكن في وقت هم بيبقى ضيق جدا ومش عايزين يبعدوا عن القرايه او عن المعلومات او عن الثقافه بشكل عام، فيقدروا يوصلوا او يروحوا للحاجات الكتب المرئيه او المسموعه. في كمان بعض اليوتيوبرز او الصناع المحتوى الكونتنت كرييترز بقوا يعملوا مثلا ريلز، والحقيقه ان الريلز دي بدا يبقى في تفاعل كبير جدا فيها من خلال السوشيال ميديا، ان هو ريل لا يتعدى ال 10 ثواني، مش هقدر اقول عليه فيديو، هو حقيقه بيتقال عليه ريل لان هو ما بيتعداش الخمس 10 ثواني. والحقيقه ان انا بلاقي ان هو في احترافيه كبيره جدا في ان هم يقولوا معلومه في 10 ثواني. فالناس دي بتقول طب انا اقرا كتاب ليه طالما انا عندي صانعين محتوى بيقدموا لي معلومات قيمه جدا في 10 ثواني، وانا بقلب بعمل سكرول كده في الموبايل بجمع معلومات عن كل حاجه انا عايزاها. انه ببساطه انت لو فتحت فيديو مثلا ليه علاقه بتاريخ الحضاره المصريه القديمه، اول فيديو انت فتحته هتلاقي بعد كده السوشيال ميديا او الذكاء الاصطناعي او الانترنت بدا يفهم انت ايه احتياجاتك او ايه اهتماماتك. فانت مهتم قوي دلوقتي لانك عديت مثلا مشاهده فيديو 10 ثواني 15 ثانيه، يعني انت مهتم جدا بالحضاره المصريه القديمه، فهيبدا يجيب لك كل الفيديوز اللي هي ريليفنت او القريبه جدا او اللي ليها علاقه بالمحتوى ده. فمن هنا انت بتقدر تجمع معلومات كتيره جدا وانت قاعد ماسك موبايلك ما فتحتش كتاب. فالحقيقه انه يمكن تكون دي بعض المميزات اللي احنا اكتسبناها من السوشيال ميديا، لكن في نفس الوقت انا شايفه انه العزوف والبعد عن الكتب اللي احنا تعودنا عليها ده شيء سلبي جدا. عشان نعرف اكتر عن الموضوع ده من الناس معانا على التليفون مروه، تقول لنا رايها. يا مروه ازيك؟ الحمد لله كويس، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ منورانا. الحمد لله كويس، ربنا يخليك. مروه انا كنت لسه بتكلم عن فكره انه دلوقتي الناس بتعتمد اكتر ان هي تاخد معلوماتها من السوشيال ميديا بشكل اكبر بكتير من ان هي تمسك كتاب تقراه من الغلاف للغلاف. دي حقيقة.
انت شايف انت من انهي نوع الاول، وشايفه ده تاثيره عامل ازاي على جيلنا والجيل اللي قبلينا والجيل كمان الصغير اللي جاي؟ هو الجيل الصغير اللي جاي هو ده اللي هيبقى اكتر جيل ملوش خلق ان هو يمسك كتاب ويقعد يقرا فيه اطلاقا، لان احنا جيلنا شويه كتير بعدنا عن فكره الكتب والحاجات دي ان حد اصلا يمسك كتاب يقرا فيه، بسبب ان احنا ما عندناش وقت، فاحنا بنعمل بنشوف اي حاجه تكست كده على الموبايل على تويتر بقى او ايا كان المنصه اللي احنا بنشوف عليها الحاجه اللي احنا عايزين نقراها، نعمل سيرش سريع على جوجل فنفتح الملخص بتاعنا وقرينا اللي احنا عايزينه وخدنا الافاده وخلاص. تمام. لكن الديتيلز نفسها ما بقاش في حد كتير بيفكر في الديتيلز اصلا. لكن متعه الكتاب نفسه، يعني بتبقي مثلا في سفريه او في وقت فاضي وانت من محبي القراءه ومسكتي كتاب، بتحسي بالمتعه اكتر من انت حد يلخصه لك مثلا في فيديو على السوشيال ميديا؟ اكيد طبعا متعه مسكه الكتاب يضاهيها اي شيء. يعني انا ايام، انا فاكره انا من ايام الكليه كانوا الكتب بتاعتنا منزلينها لنا، يعني كانت نزلنا على النت وكده، ما كنتش حباها، رحت اشتريت دفعت الفلوس واشتريت الكتاب برضه، يعني عشان انا عايزه امسك الكتاب. اه طبعا. اه انت لسه محافظه على الموضوع ده لحد دلوقتي ان انت بتقري من الكتاب نفسه مش من السوشيال ميديا؟ لا لا لا، لان مهما كانت السوشيال ميديا بتدي، لكن مش زي ما انت تمسكي الكتاب وتقري فيه ويبقى عندك كل الديتيلز فيه وتفتحي الفهرس وتشوفي انت عايزه ايه بالظبط وتقريه بتمعن ومره واثنين وثلاثه. يعني ابسط حاجه لو احنا بنقرا حاجه اونلاين او عن طريق السوشيال ميديا، لو النت بتاعنا فصل احنا ضاعت مننا الحاجه اصلا. بالظبط. فدايما الحاجه الدوكيومنتد بتبقى احلى بكتير قوي من ان احنا نعرف نجيبها من على السوشيال ميديا. صح مظبوط يا مروه، ده غير انه يمكن في كمان ايجابيات كتيره جدا متعلقه بالقرايه من خلال الكتاب، وهي انه اولا لو انت عايزه تخشي في نوم عميق فدايما الناس بتنصح ان انت تبدا تقرا على الاقل قبل ما تدخل في نومك بنص ساعه، فهتلاقي ان انت نمت نوم عميق جدا ما عندكش ارق. دي حاجه مثلا ايجابيه من الناس بتتكلم عنها ودكاتره كتير بيتكلموا عنها، وصحيه اكتر للعين. عايز اقول لك يعني بالظبط دي تاني حاجه، اللابتوب او حاجه بتدمر العين. بالظبط، لانه يمكن في مشاكل وناس اصابات كتيره جدا الناس بدات تتعرض لها للرقبه والصداع النصفي بسبب قاعده على الموبايل او على اللابتوب. دي حقيقه، عشان كده دايما الكتاب افضل. طيب مروه برضو كنت عايزه اتكلم معاكي في حته انت قلتيها وهي فكره الابحاث، الابحاث ولما كنا بنروح كده، مش احنا يعني احنا برضو لحقنا الانترنت، لكن الاجيال القديمه مثلا لما يكون في كان اعلامي او صحفي او حد بيحضر رساله ماجستير او دكتوراه كنت تلاقيه بيروح مثلا مكتبه الجامعه او يروح مكتبات متخصصه في الابحاث ويقعد يدور ويبقى في حاجه اسمها الفهرسه او اللي هو الفهرس، وتبقي فاهمه وبتدرسي اصلا عشان تعملي بحث لازم تبقي فاهمه يعني ايه فهرس والكتب ازاي اصلا بتبقى متقسمه في المكتبه حسب اولوياتها والابجديه، وعلم كبير جدا. احنا كنا بنعرف الكلام ده وكنا بنتعلمه عشان نقدر نعمل، يعني نقدر نعمل ابحاثنا صح. انت شايفه دلوقتي على قد ما الانترنت بقى يشجع ان انت تعملي اي بحث وانت قاعده، اي رساله دكتوراه وانت قاعده، باسهل بكتير من زمان، ولا زمان كانت المعلومه ممكن ما تتنسيش، ممكن يبقى ليها قيمه اكبر، ممكن تكون ليه انت تحسي بقد ايه ليها معنى ان انت عملت لها مجهود وتعبت لها، كنت بتفضلي ايه اكتر؟ زمان كان افضل بكتير لسبب ان احنا واحنا في المكتبه لما كنا بنطلع المكتبه نعمل ريسيرش او حاجه، كنت ممكن وانت بتدوري على كتاب معين تلفت نظر الكتاب تاني فتمسكي الكتابين وتقريهم، طلعتي اللي انت عايزاه وضفتي على المعلومات بتاعتك معلومه جديده. اوكي. لكن الانترنت انت بتدخلي تعملي سيرش على الحاجه المعينه اللي انت عايزاها فانت ما بتاخديش المعلومه الزياده. فبالتالي الاجيال الجديده اللي طالعه كلها ما عندهاش ثقافه اصلا المكتبه، ان انا رايح المكتبه اعمل ريسيرش على حاجه. لا انا الحاجه اللي انا عايزه اعرفها بعمل سيرش عليها على النت. ونقطه خلاص الموضوع انتهى. لكن فكره دخول المكتبه نفسها لا طبعا كان ليها مميزات كثيره جدا، ومتعرف على ناس وتعرفي اصلا تتكلمي مع ناس عندهم ثقافات وعندهم فكر مختلف، بتتكلمي مع ناس في كل المجالات، لكن على الانترنت انت بتتكلمي مع عدد محدود جدا، ده انت اصلا لو لقيتي المثقفين، لان اغلبيه بقى اللي هم عايزين يقروا عايزين يكونوا عندهم المعلومات وتقدري انك تتعاملي معاهم في المطلق هم مش دايما موجودين على الانترنت.
هم في الواقع الحياتي اللي احنا عايشين فيه، مش على الواقع الافتراضي. صح صح، بالنسبه لهم اللابتوب والسوشيال ميديا والموبايل هي اداه للوصول للي هم عايزينه، لكن مش هي دي الحياه. والحقيقه الاجيال الجديده اللي طالعه عندها العكس. والحقيقه انه كمان في ناس بتستقي معلوماتها وبتبقى يعني لا كانها متاكده منها من خلال السوشيال ميديا، يعني حتى ما دخلتش تتاكد من يعني صدق المعلومه دي هي صحيحه ولا لا، وللاسف بيقعدوا يرددوها ويعملوا لها شيرنج كتير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، ممكن يبقى الخبر او المعلومه مش صحيحه خالص. اغلبيتها كمان ما بتكونش لا صحيحه ولا هي مظبوطه ولا ان دي حاجه كويسه ان احنا ناخدها، او حتى لو بتبقى صح 100% فدي نسبه قليله جدا، لكن الاغلب ان هي كلها بتبقى مثلا صح بنسبه هنقول 50 60% مثلا 70%، لكن النسبه الصح والمنطقيه اللي هي 100% هي الاقل، فصعب ان كل الناس توصل لها. أنا بشكرك جدا يا مروة على رأيك، وفعلا يعني يمكن أنت وضحتي حاجات وقلتي يعني حاجات يمكن إحنا بنشوفها ظواهر قد تكون سلبية وقد يكون بعضها إيجابي شوية، لإيجابيات زي ما أنا قلت لكم على السوشيال ميديا والإنترنت، ولكن مش كل حاجة بتسهل لنا الحياة ممكن تبقى إيجابية، بالعكس ممكن تكون بتعلمنا الكسل، ممكن تكون بتخلينا ناخد قشور المعلومات ولكن ما بناخدش المعلومة بتفاصيلها بأصلها، يمكن ممكن حد يطلع معلومة عشان بحث أو دراسة عشان يقضي او ياخد الدرجة العلمية بتاعته وخلاص، ولكن ممكن اصلا ينسى المعلومة بعد كده لان هو ما تفحصش فيها جامد او ما درسهاش او ما قدرش ان هو يوصل لمصادر كتيرة جدا تأكد له المعلومة دي. فيمكن الفقرة دي احنا حابين نقول لكم انه لا، الناس اللي كانت بتحب تقرأ حافظوا على ده، حتى لو انتوا بدأتوا تستعينوا بالسوشيال ميديا كبديل للكتاب ممكن ده يسهل لكم بعض امور حياتكم بسبب الانشغالات او ضغوطات الحياة، ممكن وانت سايق، ممكن يكون وانت مستعجل ومتعود ان انت تقرا، لكن كتاب ده ليه قيمه كبيره جدا وليه متعه لا تضاهي ابدا اي سوشيال ميديا او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. احنا فقرتنا الاولى دي خلصت لكن لسه مكملين معاكم، بعد الفاصل بقى نتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا وهو العطاء، والعطاء ليه اشكال كتيره جدا منها التطوع، والتطوع برضو ليه أشكال كتيرة جدا. هيبقى معانا على التليفون بعد الفاصل ضيفنا مصطفى السناوي، نعرف منه إيه فكرة التطوع اللي بيعمله وبيقدم إيه للناس اللي بيتطوع لهم. خليكم معانا. زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، يمكن العطاء ده أحلى حاجة في الحياة، وخصوصا لما يكون الإنسان مقتنع جدا باللي هو بيعمله، وليه أشكال كتيرة جدا، من ضمن أشكال العطاء هو التطوع، إن الإنسان يتطوع بحاجة لناس هو عارف كويس قوي إن الناس دي هتتبسط بالحاجة اللي بيقدمها لهم. وليه أنواع كتيرة وأشكال كتيرة جدا، في إنه حد ممكن يتطوع بحاجة مثلا محتاجها أو حاجة مش محتاجها، ممكن يتطوع بوقته ومجهوده وإنه يقعد مع ناس ويديهم سعادة واهتمام يخليهم مبسوطين جدا جدا ويقدروا ده ويعوضهم حاجات كتيرة جدا ممكن يكونوا مفتقدينها. والحقيقة إحنا معانا نموذج في الفقرة دي هو بيعمل التطوع من نوع إنه بيقدم البسمة والبهجة والسعادة لمجموعة الأطفال اللي بيبقوا مرضى السرطان، محاربي السرطان، الأبطال بتوعنا، ويمكن كمان لكبار السن في دور المسنين ودور الرعاية بأشكالها المختلفة. مصطفى السناوي الحقيقة بيعمل دور كبير جدا وبيتطوع بمجهوده وبوقته، إن هو بيروح مستشفيات سرطان الأطفال، بيحاول يبسط الأطفال، يعمل لهم عروض مختلفة، يلبس كلاون ويطلع ويبسطهم ويقضي وقت لطيف جدا جدا معاهم، مش بس الأطفال زي ما قلت لكم، لكن كمان هو بيهتم جدا بكبار السن اللي بيبقوا متواجدين في دور الرعاية ودور المسنين، وكمان مستشفى العباسية اللي هي احنا لازم نديلها حقيقة اهتمام كبير جدا وتطوع كبير جدا، لان هم فعلا يستاهلوا ان احنا نهتم بيهم ونسأل عليهم. احنا معانا على التليفون مصطفى السناوي، نعرف منه هو بيعمل كده ازاي وايه الدور اللي بيقدمه وازاي الاطفال دي بتبقى مبسوطه جدا والناس دي بتبقى مبسوطه لما بيقابلهم. اهلا بيك يا مصطفى. الو، اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. في البدايه كده مصطفى، يعني انا عايزاك تعرف نفسك اكتر للجمهور.
تمام، انا مصطفى السناوي 32 سنه، بكالوريوس تجاره، وشغلي الاساسي مسؤول في قطاع الحوكمه والعلاقات الخارجيه بوزاره الكهرباء. حلو قوي. طيب احنا يمكن يعني انا اتكلمت في المقدمه كده باختصار شديد جدا عن دورك التطوع، او انت بتقدم جزء من وقتك ومجهودك لبعض الفئات المختلفه، منهم الاطفال محاربي السرطان ومنهم كبار السن. عايزك تشرح لنا اكتر انت بتعمل كده ازاي. والله الفكره بدات من حوالي 8 سنين، ان احنا مجموعه من كده نفكر احنا عندنا وقت فاضي كتير، زي ما بنخرج بنروح نقعد في اماكن وبنتفسح وكده، طب ليه ما نعملش حاجه نفيد بيها غيرنا؟ نعمل حاجه تحس ان الوقت ده مش وقت فاضي ورايح يعني من غير لازمه، لا يبقى وقت ليه هدف ووقت ليه نتيجه كويسه. فبدانا نشوف مثلا ان احنا خلاص احنا ممكن نقدر نروح نزور اطفال زي مرضى السرطان، زي اي يعني مجموعه ناس بتروح تزور مستشفى السرطان. مش لازم يكون لينا حد هناك، يعني اغلبيه الناس اللي كانت بتروح تزور قرايبها، بتروح تزور صحابها. لا احنا قلنا خلاص احنا هنروح نزور الناس الموجوده عامه هناك ونحاول نقعد معاهم ونتكلم معاهم ونشوف نقدر نقدم لهم ايه نساعدهم بيه. حلو. طيب مصطفى انت بتقول احنا مش انت. انتوا مين؟ مجموعه صحاب مع بعض. يعني انتوا مش انا لوحدي اللي عامله. يعني انت ما عملتش الفكره دي لوحدك، انت كان معاك يعني زمايلك وصحابك. لا هي فكره الكلاون او دكتور الكلاون دي انا اللي عملتها، بس هي الفكره كلها ان احنا في الاول وفي الاخر مجموعة مع بعض، احنا بنتحرك كلنا واحد، كلنا بنروح نعمل نفس الحاجة، كلنا هدفنا ان احنا نسعد الأطفال دي ونسعد غيرنا. هي الفكرة كلها ان احنا واللي نجح الموضوع أكتر ان احنا مجموعة مع بعض، مجموعة صحاب، زي ما بنعمل كل حاجة مع بعض، لا يبقى نحاول ان احنا نعمل حاجة خير أحسن طبعا في حياة حد تاني. طب من إمتى تحديدا قررت أنت وأصحابك إن أنتوا تعملوا كده وتروحوا في وقت الفراغ اللي عندكم تستغلوه إن أنتوا تبسطوا الأولاد دول؟ من 8 سنين. من 8 سنين، انت من 8 سنين وانت ماشي على او ملتزم بالموضوع ده؟ الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. طيب احكي لنا بقى ردود افعال الاطفال لما بتيجي تعمل مثلا تلبس كاستيم معين، او زي ما احنا شايفين كده معانا بعض الصور اللي انت لابس فيها كلاون، بتعمل جايبين مثلا العاب بلالين للاطفال. بالظبط، دي الورشه اللي احنا كنا بنعملها اسبوعيا للاطفال، مدتها بتبقى ساعه ساعه ونص. الورشه دي بيبقى هدفها دعم نفسي ودعم معنوي للاطفال علشان يقدروا يعدوا مرحله علاجهم ومرحله الادويه اللي بياخدوها والكيماوي اللي بياخدوه، جرعات الكيماوي ان هي تبقى بتفرق نفسيا وبتفرق معاهم في دعمهم كويس جدا. يعني في اصلا كانت احصائيه عملتها المؤسسه العالميه لدعم مرضى السرطان ان العلاج بالفن او الدعم النفسي بيأثر في علاج الاطفال من 60-70%. طبعا فهي الفكره كلها ان الورشه دي بتتعمل علشان تحسن مزاجهم، علشان يطلعوا الطاقه السلبيه اللي عندهم، علشان يطلعوا المواهب اللي عندهم. بيبقوا نفسهم يرسموا، بيبقوا نفسهم يغنوا، بيبقوا نفسهم حد يتكلم معاهم، حد يقعد يحكي لهم قد ايه كان في تجارب ناس ثانيين عندهم سرطان وخفوا. بيديهم دعم نفسي ان المرض ده يعني مش اخر الدنيا، ولا هو حكم بالاعدام، ولا هو مرض ما فيش منه علاج، بالعكس. في ناس كتير معانا بتيجي اصلا كانت عندها سرطان وخفت وبقت هي تدي الدعم النفسي ده للاطفال التانيين. حلوه النقطه دي برضو يا مصطفى. يعني عايز اعرف منك حالات الاطفال اللي انت كنت بتزورها مثلا كانت بتبقى واصله المستوى او المرحله عامله ازاي، وبعد ما انتوا بتقدموا لهم الدعم النفسي وبعض العروض والهدايا الحلوه اللي احنا شايفينها يعني معانا على الشاشه، حالتهم لو كنتوا بتتكلموا مع الدكاتره مثلا هل حالتهم بتتحسن بشكل كبير؟ ده بيساعد في العلاج اكتر؟ هو الموضوع نسبي. مقاومتهم للكيماوي مثلا بتزيد؟ هو الموضوع نسبي. هو الموضوع نسبي من طفل للتاني، وموضوع نسبي من مرحله لغيرها، لان مش كل المراحل زي بعض ومش كل الاطفال مناعتهم زي بعض. طبعا. الفكره كلها ان الدعم النفسي او ان انت تدي له امل ان هو مش لوحده. الطفل اول ما بيجي له سرطان بيبقى في عزله، بيبعد عن صحابه، بيبعد عن المدرسه بتاعته، بيبعد عن كل حاجه كان بيعملها قبل كده، حياته تختلف تماما كليا وجزئيا عن قبل كده. طبعا. هو بيبقى في المستشفى ومعاه حد واحد او اثنين من اهله، وممكن ما يكونش معاه كمان حد او اثنين من اهله بصفه مستمره. فحياته كلها بتتغير جزئيا، هو بيبقى في صدمه، هو بيبقى يحس ان هو حصل له نقطه تحول ما قبل المرض لحد ما جاله المرض لحد ما هيخف منه ان شاء الله. ففكره بقى الدعم النفسي، الدعم المعنوي، ان انت بتقف انت مش لوحدك. احنا معاك، والعكس والله احنا بنشوف ان هم اللي محتاجينها، لا احنا اللي محتاجينهم. صح. احنا اللي بنبقى محتاجينهم نشوف فرحتهم
وساعدتهم، دي بتفرق في حياتك انت وبتفرق في حياه كل واحد بيجي، بيبقى هو اخنه خد السبورت او الدعم منهم ليه هو نفسيا. اكيد. طيب مصطفى، هل انتوا قبل ما بتروحوا مثلا زياره للاطفال بتحضروا حاجات معينه، مثلا سكريبت، عروض معينه، نكت، قصص، اي حاجه مثلا بتقعدوا تحضروها، ولا انتوا الموضوع بيبقى ارتجالي معاكم يعني؟ لا طبعا، لا 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 طبعا، كل واحد فينا بيبقى عنده حاجه بيقدر يعملها بيعملها. في اللي بيعرف يغني بيبقى هو ده الاساسي اللي هيغني للاطفال، في اللي شاطر قوي في الرسم فده اللي بيبقى ماسك مجموعه الاطفال بيقعد يعلمهم ازاي يبداوا الرسم كويس وازاي يلونوا وازاي يبقوا شاطرين. في ناس شاطره مننا في موضوع الاورجاني او اللي هو طي الورق، الدفن، موضوع البازل، موضوع الصلصال، موضوع الالعاب المكعبات واستخدام الذكاء فيها. كل يعني كل واحد بيبقى متخصص في حاجه حابب ان هو بيروح يساعد بيها بدون مقابل علشان يقدر يخلي مجموعه الاطفال دي قايمين او بعد الورشه دي هم في قمه سعادتهم، هم حاسين ان هم مش في مستشفى بمعنى اصح. لا يعني هي فكره دكتور كلاون دي اصلا كانت فكره ان الاطفال خايفه من شكل الدكتور، خايفه من شكل الدكتور اللي بيخش لابس بالطو ابيض، ده اللي بيديهم الحقنه وده اللي بيديهم الدواء اللي بيوجع وده اللي بيبقى خايفين من الوقت اللي بيجوا فيه وبيبقوا كارهين الوقت ده، بيبقوا مش عايزين يعملوا نفسهم نايمين ويعملوا نفسهم يعني مش فاضيين، مش عايزين ياخدوا الجرعه بتاعتهم. لا احنا حاولنا نغير شكل الدكتور. ان انا يعني لابس بالطو ابيض اهو، بس في الوان بتتعمل على الوش، في رسومات معينه، في اكسسوارز معينه بتضحك شويه الاطفال. انا جالي اب طفل قال لي انا ما كنتش متخيل ان ابني من ساعه ما جاله سرطان يضحك كده. انا اكتر يوم مبسوط فيه النهارده ان ابني ضحك وضحك ضحكه من قلبه كده، اللي بيطلع من قلبي بيوصل لقلبي. انت تضحكي طفل عادي دي سهله، تضحكي طفل مريض برضه بسيطه، انما تضحكي طفل مريض سرطان وبتساعد في علاجه يعني ثوابها كبير جدا. انت كمان بتساعد في علاجه بشكل غير مباشر، هو انت بترفع من روحه المعنويه، شكله اتغير، صحابه ما بقوش معاه زي الاول. انت كان حد كان عايش في بيئه معينه وفجاه البيئه دي كلها اتغيرت كلنا جزئيا. احنا اي حد فينا لو في الموقف ده وجي يعني لو حد جه يزور حد في البيت وهو مش تعبان مش هيتبسط؟ ما بالك بقى اللي جاي يزورك ده انت لا تعرفه ولا يعرفك، هو جاي بس هدفه ان هو يبسطك ويفرحك ويخرجك من الجو او من الوضع اللي انت فيه ده لحاجه ثانيه، كانك بتعمل زي بطاريه الموبايل كده لما بتفضى وبتشحنها عشان تعرف تكمل بيها. طبعا دي حاجه فعلا رائعه جدا يا مصطفى، ولمحه جميله جدا منكم، انسانيه يعني لطيفه جدا. طيب كمان انت عملت او يمكن في حاجه حلوة جدا كمان انت بتعملها ومتعود عليها بقالك فترة، وهو ان هي زيارتك لمستشفى العباسية، مستشفى الامراض النفسية والعقلية بالعباسية. ويمكن احنا بعض الدراما والافلام صورت او في صورة كده نمطية محطوطة كده او يعني للأسف مرتبطة جدا بالمستشفى وبالمرضى اللي جوه المستشفى. ده حقيقي. انا حابة ان انت توضح الصورة الذهنية للمرضى دول وقد ايه الموضوع بيفرق معاهم في الدعم النفسي اللي هم بيشوفوه منكم لما بتيجوا تزوروهم. يمكن دي اكتر ناس، انا كنت لسه بتكلم من شويه انه دول اكتر ناس محتاجين اهتمام مننا احنا كمجتمع مدني بشكل كبير جدا وكمتطوعين. بالظبط بالظبط. لانه دايما الصوره الذهنيه انه الناس دي منبوذه، ان الناس دي ما ينفعش احنا نقرب لهم، دول مؤذيين. فانا حابه ان انت توضح الصوره اكتر، انت متعايش معاهم بشكل كبير. بالظبط بالظبط. للاسف الدراما والتلفزيون كانوا ما بيطلعوش المرضى النفسيين غير ان هم الناس المنبوذه في المجتمع او في الحياه، الناس اللي الاطفال بتجي وراهم في الشارع يحدفوهم بالطوب او يشدوا في هدومهم او ما حدش يجي جنبهم او ابعد عنه المجنون او ده مستشفى المجانين. كانت اكثر الكلمات اللي بتضايقني جدا جدا وما زالت مستشفى المجانين. يعني انت يعني باي حق بتقول عليهم مستشفى المجانين؟ ده مرض نفسي، ده درجات. في ناس بتعرف تتغلب عليه وفي ناس لا قدر الله بتقف عند مرحله معينه وبيجي لها يعني في يعني مراحل شفاء ثانيه متاخره بعد كده، ومش بايديها. يعني ده مش ومش بايديها. الناس دي كلها كانت اصحاب اشغال فوريه، اصحاب وظائف ما شاء الله مرموقه جدا. كانوا ناس كبيره في المجتمع بس حصل لهم صدمات عصبيه. مين مش معرض فينا ان هو يحصل له اي صدمه عصبيه؟ ممكن اي حد يتعرض لصدمه يعني للاسف. يعني اي حد بيجي على الصدمات العصبيه دي نهائي. انت ما حصلتلكش عشان تجرب نفسك انت هتقدر تحملها ولا لا.
بالظبط. يعني انا ما انا سمعت قصص منهم فعلا. الناس دي كنت تتمنى تقعد تتكلم معاهم كده او تخش تقابلهم قبل ما يحصل لهم المرض ده. ناس كبيره في المجتمع، ناس وظائف مرموقه، ناس مهمه في الدوله، يعني الصدمه او التحول اللي حصل لهم في حياتهم ده محدش فيهم كان بايده. صح. ويمكن انا بقول ان كل واحد ربنا خلقه كده عنده نسبه معينه من الاستجابه مختلفه تماما عن التاني. يعني ممكن ومدركين. واحد يتقبل صدمه، ممكن التاني ما يتقبلش صدمه اقل منها، ولكن كل واحد ربنا خلقه بقدرات معينه. يعني بالظبط. طيب. الناس دي مدركه، الناس دي عارفه، يعني في جزء من ادراكهم شغال، هو مش ب 100% بس في جزء ادراكهم شغال، جزء العاطفه عندهم شغال كويس جدا. اكيد بدليل ان هم بيتعالجوا، ما هم قاعدين عشان يتعالجوا، ما هو اكيد المشاعر والعاطفه عندهم بتتحرك بطريقه مش طبيعيه. انت بتشوف ده في عينيهم، بتشوف ده في هزارهم، بتشوف ده في اكنه عايز يقول لك شكرا، اكنه عايز يقول لك ان هو مبسوط. منهم اللي بيعرف يعبر عن ده وفي ما بيعرفش يعبر، بس بيوصل لك احساسه، يوصل لك انت وهو قد ايه، يعني مش متضايق ان انت موجود، مش متضايق ان انت جيت، مش متضايق من الحفل اللي انت عاملها له، ومش متضايق من اي حاجه انت صح جاي عشان تفرحه بيها. الحقيقه مصطفى انا بشكرك جدا وبحييك على المجهود الرائع اللي انت بتعمله انت وصحابك وزمايلك، وكملوا في العطاء والمسيره دي، لان فعلا الناس دي تستحق مننا كل الاهتمام والرعايه الكامله. وفعلا لما بنهدي لهم الاهتمام الكافي الحقيقه انه ده بيأثر بشكل كبير جدا في حالتهم النفسيه والصحيه والمعنويه، وبيبقى في دعم، لانه اهم اسس العلاج الجسدي هو الدعم النفسي بشكل كبير جدا. شكرا ليك مصطفى السناوي، كنت منورنا، ويمكن دي فقرتنا يعني وقتنا خلص فيها، لكن لسه مكملين معاكم. بعد الفاصل بقى هنستقبل ضيفنا دكتور محمد علي، صانع محتوى زراعة النباتات على السوشيال ميديا وصاحب قناة نباتوبيا. خليكم معانا. يمكن في دراسات كتيرة جدا اتعملت واتكلمت عن تأثير النباتات في حياتنا وعلى صحتنا النفسية بشكل كبير، ويمكن لما الناس كده بتقول أنا بشوف خضرة قدامي ومساحات واسعة، الموضوع ده بيفرق معايا جدا وبيقلل الضغط والتوتر العصبي للإنسان ممكن يتعرض له في بعض الأوقات. الحقيقة بقى احنا الفقرة دي ضيفنا مميز جدا، لان انا زي ما قلت لكم في البداية كده هو صانع محتوى، لكن صانع محتوى من نوع خاص جدا متفرد بذاته، يغرد منفردا كده في عالم السوشيال ميديا من خلال زراعة النباتات ولكن بشكل احترافي. ويمكن كده كان في موقف هو اللي خلاه زي ما قلت لكم كده هي التيرنينج بوينت او نقطة التحول في حياته، خصوصا ان هو درس طب بيطري ولكنه تحول تماما من المجال ده واتجه لعالم زراعة النباتات، وأسس كمان قناة على السوشيال ميديا اسمها نبات توبيا. الحقيقة اسمها كمان مميز جدا. معانا ضيفنا اللي منورنا دكتور محمد علي، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك، شكرا جزيلا. منورني، مفيش حد غيرنا. تسلمي، شكرا. طيب أنا حابة الأول كده، يمكن أنا قلت بريف سريع عنك، لكن حابة أن أنت تتكلم عن نفسك أكتر وتعرفنا أكتر عن نفسك. تمام. أنا اسمي محمد علي، أنا طبيب بيطري، أعمل في مجال الأدوية واللقاحات البيطرية. يعني أنت لسه بتشتغل في المجال، ما سبتوش؟ لسه شغال فيها، لسه. لا، أنا قلت معلومة غلط تماما. لا، أنا لسه في المجال، لكن الهواية الحقيقية هي النباتات، نباتات الزينة، النباتات الداخلية. ولكن برضو أنت مهتم بيها جدا، يكاد يكون ده شغلك برضو يعني. مظبوط، هي واخدة جزء كبير من حياتي، من يومي، لأن كان ليها قصة زي ما حضرتك تفضلتي من بداية 2016 تقريبا. طيب احنا حابين برضو نعرف القصة، لو حابب تحكي عنها، يمكن هي اللي خلتك ان انت تتجه لصناعة محتوى ليه علاقة بزراعة النباتات، تعمل قناة على يوتيوب. اكيد في ناس كتيرة مهتمة جدا بالزراعة وبعلم النباتات. مظبوط. فقول لنا ايه هي نقطة التحول اللي حصلت في حياتك؟ نقطة التحول هي بدأت من يعني وعكة صحية في القلب، يعني أزمة قلبية، وتوقف القلب تقريبا 4 دقائق حد بعد الإنعاش. فأنا كان قبل هذه المرحلة ما كانش أعرف أي حاجة عن النباتات. دخلت بعدها بعد العملية والكلام ده كله في فترة اكتئاب صعبة شوية. بعد العملية استمرت فترة كبيرة، يعني ممكن 2 أو 3 شهور. ويمكن بالصدفة بشوف نباتات وأنا بشتري حاجات، فجبت نبتتين عندي البيت، للأسف ماتوا مني لأن أنا مش عارف لسه عنهم أي حاجة. فخدت الموضوع تحدي شوية، جبت 2 3 4،
بدأت أقرأ عنهم أكتر، بدأت أنشر المعلومات الصحيحة لأن عشان ما يحصلش مع حد تاني كده. حصل عندي تغير تماما، حالتي الصحية النفسية تطورت وبقت أحسن، ما كنتش بنام خالص. لا معلش عايز افهم، يعني النباتات دي شربتها يعني او استخدمتها ولا عشان الزراعه؟ يعني الزراعه خليتك تتشغل بالظبط فكره الزراعه، انك تتعامل مع النبته اللون الاخضر الموجود في البيت. يعني في دراسات كتيره قوي اتعملت، ويمكن حاليا احدث حاجه في انجلترا دلوقتي في عيادات الصحه النفسيه بيكتبوا في البريسكريبشنز بتاعتهم اللي انت يبقى عندك نبات في البيت، يعني بجانب الادويه بيكتبوا وصفات ان انت تشتري نبات وتبتدي تعتني بيه في البيت. أوكي. لان ليها تاثير ايجابي على الصحه النفسيه، على تعديل المزاج او المود، على التركيز ايفن. عشان كده في الشركات دلوقتي الكونسبت ان انت يبقى المكان اوبن وفي نفس الوقت في نباتات داخل المكاتب، لانها صح. بتساعد على التركيز للموظفين، بتعلي الانتاجيه. ما هو الواحد لو قاعد في خضره كبيره ومساحه واسعه وسامع صوت الشجر كده مع الهواء وصوت الطيور، اكيد لو هو يعني عنده اكتئاب او مضغوط اكيد ده هياثر بشكل ايجابي في حالته النفسيه جدا. ويمكن من الحاجات القديمه ان احنا ممكن مش عارفينها بس تورثناها من جيل للتاني، ان احنا ما بنزور حد في المستشفيات بنروح نشتري ورد واحنا مش عارفين، بس احنا متعودين. وبياخدوا يطلعوا الممرضين بيطلعوا الورد على فكره من الاوضه، الموضوع ده بداية جدا وده مش صح باي ذا واي. هي معلومه خاطئه، اللي هي فكره ان هو ممكن بيسحب الاكسجين من الجو مثلا، لكن ده معلومه خاطئه تماما. لكن الفكره نفسها انهم لقوا ان معدل سرعه الشفاء في المرضى الموجودين داخل المستشفيات اسرع في الغرف اللي فيها نباتات خضراء او ورود، لانه بيحسن الحاله النفسيه بتاعه المريض وبيخرجه من الضغط النفسي والاكتئاب اللي هو شايف يعني عمليه والكلام ده كله، بيحوله لشخصيه ثانيه. فلقوا ان هم لما عملوا دراسه لقوا ان الغرف اللي فيها نباتات ومرضى اولا بيستهلكوا كميات قليله من البين كيلر، مش محتاجين مسكنات للالام. ثانيا معدل الشفاء بتاعهم اسرع، فمش بيحتاج يقعد في المستشفى فتره زي الغرف اللي ما فيهاش. اوكي حلو جدا المعلومات دي، احنا اول مره، وانا عن نفسي اول مره اسمعها يعني. طيب دكتور محمد، حضرتك كنت بتقول ان نقطه التحول دي كان يعني بعد الاصابه او بعد العمليه كان عندك اكتئاب، ولما لقيت انه الورود والزرع يعني انت بدات تهتم بيه فدي حاجه بقت تشغلك مصر. فشالت الاكتئاب من عندك تماما. بدات الكلام ده من امتى ووقت بقى ما اهتميت اكتشفت نفسك ازاي في عالم النباتات؟ يعني انا بدات مبدئيا على يعني سكيل صغير، بس مجرد معلومات بسيطه لنفسي عشان احافظ على النباتات، وبعد كده بدات انشر على الانستجرام على الصفحه عندي بعض المعلومات ان النبته دي حصل فيها ماتت عندي نتيجه 1 2 3 اخطاء. بدات المحتوى بالاول باللغه الانجليزيه، وبعدين بعد فتره تقريبا سنه او سنه ونص بدات الناس تطلب ان المحتوى بالعربي يكون افضل، لان كتير عايز يعني يعرف المعلومات. فهي دي كانت برضو نقطة تحول كبيرة في النشر المحتوى على في الدول العربية، لأن لقيت إن في عدد كبير جدا مهتم بالنباتات الداخلية. ويمكن الكونسبت بتاع إن أنا ما عنديش المساحة الخارجية إن أنا أزرع فيها، ما عنديش جاردن، ما عنديش حديقة، ما عنديش جنينة للبيت، طب ليه ما أدخلش الجنينة عندي أنا في البيت دي عندي صح. في الشقة عندي. فبدأت أتكلم على أنواع النباتات اللي تقدر تربيها داخل البيت من غير ما تحتاج إضاءة طبيعية، من غير ما مش عايزة شمس. ونباتات سهلة، وأي حد مبتدئ أبتدي أعمل مثلا بعض النصايح البسيطة جدا. لو حد هيبتدي في النباتات ابتدي بواحد اثنين ثلاثة تعملهم. بدأ العدد يزيد، بدأ فكرة إن يبقى عندي نباتات داخل المنزل بقت موجودة، بدأ فكرة الاندور بلانتنج بقت جديدة في العالم العربي. هي ممكن موجودة في أوروبا من فترة كبيرة لأن بطبيعة الجو القاسي ما عندهمش شمس برضه بالظبط، ما عندهمش شمس والجو برد، ففكرة إن أنا يربي بره صعب شوية، فعندهم داخل البيت. لكن في العالم العربي بتكلم على دول الخليج وشمال أفريقيا، يعني تقريبا ما فيش حد من العالم العربي كله إلا موجود عندي ممثل من كل دول يعني. حلوة. فمع الوقت حسيت إن الموضوع تطور. في آخر 5 سنين كنا بنتكلم على نباتات بيزكس خالص او نباتات سيمبل، الناس بدات تطلع لفوق وتسال على نباتات اصعب شويه في الليفل في التربيه اكبر مثلا واكبر بالظبط كده. طيب يعني دلوقتي ممكن اللي يسمعنا يقول لك ايه ده، نباتات جوه البيت يعني حشرات؟
يعني ناموس يعني دبان يعني نظافه كتير وده بيت وفي اطفال وفي يعني تفاصيل كتيره جدا. فلا يقول لك الزرع ده مكانه بره. طيب الناس اللي حابه يعني تعمل فعلا تزرع جوه البيت نباتات يعني ظل، ولكن يعني عايزين نصلح لهم الاخطاء يعني الافكار المغلوطه دي، تمام، فايه انواع النباتات مثلا ممكن يحطوها؟ يعني ممكن بدايات في نبته اسمها نبته اللبلاب، دي مشهوره جدا جدا سهله العنايه. في نبات زي نبات الزاميه، في نبات زي الفيلودندرون. هي ممكن الاسماء تكون جديده للناس اللي ما تعرفش اي حاجه عن النباتات، لكن اللي عارف شويه معلومات بسيطه الاسماء بالنسبه له سهله. نبات الجلد النمر او السلك سنيك بلانت، كل النباتات دي نباتات سهله العنايه جدا، مش بتحتاج ضوء شمس، مش بتحتاج ضوء طبيعي، تنفع تعيش على بتحتاج ميه كتير. طيب ولا بتحتاج ميه كتير، بتتحمل الجفاف، بتتحمل جفاف الجو، يعني مش محتاجه الجو يبقى رطوبه. فدي بتديها امكانيه ان هي تسرفايف او تعيش فترات طويله داخل المنازل او داخل المكاتب. عشان كده هتلاقي ان المكاتب او الشركات بتجيب النوعيه دي من النباتات او المول او المولات كمان، لانها مش محتاجه عنايه كتيره. حلو. طب بتجذب حشرات؟ النباتات عموما مش بتجذب حشرات، هو برضو كونسبت او مفهوم خاطئ عند الناس ان النباتات يعني حشرات. امال ليه لما بنقعد في جنينه بنلاقي زواحف في حشرات؟ لان ده بيئه طبيعيه، ده بيئه بتاعتهم، لكن البيت مش البيئه الطبيعيه. احنا بنتكلم النبات اللي داخل المنزل هو نبات موجود في قصيص في بوت. البوت ده مش بيئه الحشرات ولا بيئه الزواحف ولا بيئه اي حاجه. فدايما اول سؤال وفعلا بتسال، طب هي النباتات ما بتجيش حشرات؟ لا، النباتات ما بتجيبش حشرات، ملهاش علاقه تماما. وايفن خوف بعض الناس على الاطفال من وجود النباتات ان هي تاكلها، لان يقول في نباتات سامه والكلام ده. في نباتات سامه؟ في نباتات سامه، لكن لما تتاكل منها كميه وكبيره. في 2014 انا اتذكر كان في معهد البحوث بتاع السموم الموجود في امريكا، كان عمل يعني دراسه على التسمم اللي حصل في الاطفال كله في سنه كامله. وسط ال 13,000 حاله تسمم او حاجه من مواد مختلفه، اللي شرب مثلا مساحيق غسيل، الاطفال كلها بتتجرب، 3 حالات بس اللي حصل لهم تسمم من النباتات الداخليه. وحالات تسمم في النباتات الداخليه لا تؤدي الى الوفاه، هي بتسبب بس احتراقات على الفم، على اللسان، لان بيبقى فيها ماده لذيعه، ومش كل النباتات طبعا. على الحيوانات الاليفه نفس الكلام، الحيوانات اذكى مننا كمان، يعني هو بيبقى عارف ان ده سام، ومجرد ان هو بيدوق منه ما بيقربلوش تاني. فما فيش خوف تماما على وجود النباتات جوه. طيب حضرتك تقدر تقول لنا التاثيرات الايجابيه للزرع جوه البيت، يعني غير انه بيدي منظر حلو وبيهدي الاعصاب، اكيد ممكن يكون ليه تاثير ايجابي على الصحه. طبعا التاثير الايجابي على الصحه، اولا النباتات ليها دور في تحسين جوده الجو، الهواء داخل المنزل. احنا طبعا للاسف لان نتيجه التغيرات المناخيه اللي بتحصل، درجات الحراره العاليه، بنقفل البيت في الشتاء الجو برد، بنقفل فتنقيه الجو ما بقتش زي زمان. النباتات بتساعد على تنقيه الجو، تحسين جوده الجو او الهواء داخل المنزل، لان هي بتمتص كتير من العناصر الضاره الموجوده في الهواء وبتاخدها هي ليها، خاصة طبعا ومعروف طبعا ثاني اكسيد الكربون منها، وبتنتج الاكسجين. فده تاثير مباشر على الصحه. تاثير اللون الاخضر بتاعه تاثيرها على تحسين المزاج والحاله النفسيه والتركيز للاطفال، حتى اللي عنده اطفال في البيت، يعني انا بنصح ان لازم يكون عندك على المكاتب بتاعتهم، على السفره، في وانت بتاكل بتتغدى، لازم يبقى عندك نبته. ايوه، زمان كنا بنشوف الافلام الابيض واسود كده، كل يوم صاحبه البيت بتطلع تجيب ورد من الجنينه عندها وتقصقصه كده وتحطه في الفازات كلها اللي جوه البيت، على اساس انه يدي ريحه حلوه وكمان يعني يجدد الطاقه اللي جوه البيت. مظبوط. يمكن دي اكيد كانت ثقافه يعني موروثه زمان، كان اهالينا واجدادنا كانوا متعودين عليها، ولكن اتهيالي هي اختفت او اندثرت يعني. بالظبط، ما بقتش موجوده زي الاول، لكن حديثا تم اثباتها ان العمل مع النباتات، ان انا اتعامل مع النباتات، يعني هم جابوا 24 شخص اسموهم 12 شخص و12 شخص، دي كانت عملت دراسه في كوريا، مجموعه ال 12 خلاهم يشتغلوا مع النباتات، ان هم يغيروا القصيص، يغيروا التربه ويتعاملوا معاهم، وال 12 التانيين ادوهم داتا يدخلوها على الكمبيوترز. وبداوا يقيسوا مشاكل رقبه ومشاكل بالظبط كده، وغير كمان المشاكل الفيزيكال يعني التشينجز، لقوا ان كمان المتغيرات الحيويه، لانهم كانوا موصلين بيهم اجهزه عشان يقيسوا الضغط ومعدل الاكسجين في الدم وكذا، لقوا ان كل المتغيرات الحيويه ايجابيه
في الجروب اللي شغال مع النباتات اللي هو بيغير بيسقي، والعكس صحيح تماما. مع الضغط زاد، نسبه الاكسجين قلت، كذا كذا، مشاكل القعده، الرقبه، الكلام ده كله في ال 12 شخص اللي هم شغالين على الكمبيوتر بس. طيب حلو، احنا كده غطينا الجزء بتاع النباتات الداخليه. أوكي. عايزين برضو ندي معلومات كده للجمهور للنباتات الخارجيه. ممكن حد يكون عنده جنينه او بلكونه كبيره او بعض الزرع كده حطه بره وبيبقى عايز رعايه مستمره، ويقول لك انا بسقي الزرع كل يوم بس فجأة بيدبل وبيصفر وبيقع، ويقول لك في أوقات خريف أكيد طبعا بيتساقط، الربيع بيبدأ يظهر أو يظهر. عايزين برضو نعرف الناس يعني إزاي تحافظ على الزرع طول أيام السنة لو هو بيهتم، والرعاية بتبقى مفروض تبقى يعني عاملة إزاي. تمام، اعتقد بالنسبه للنباتات الخارجيه الموضوع يختلف شويه، لان احنا بنتكلم على نبته متعرضه لضوء الشمس، متعرضه لكل التغيرات الجويه، فمحتاجه اولا ان هي تتسقي غالبا كل يوم. كل يوم؟ غالبا، لان صيف شتاء؟ لا في الشتاء لا طبعا، في الشتاء لا، لا في الشتاء لا، لكن في الصيف اساسي، لان تبخير الميه بيبقى سريع جدا والتربه بتجف. الحاجه الثانيه هي عمليه التسميد، النباتات دي مع الوقت بتستهلك العناصر الغذائيه الموجوده في التربه، فالناس بعد شويه يقول لك النبته عندي ضعفت. ما هي ضعفت لان انت مش بتمد التربه بعناصر غذائيه، التربه مش هتخترع او مش هتكرييت، مش هتخلق مواد غذائيه، محتاجه يعني سبلمنتس بالظبط، وده اللي هو في عالم النباتات بنسميه الفيرتلايزرز او تخصيب. التخصيب بالظبط. فده المفترض ده بيتاخد، وعلى حسب الانواع النباتات، انا عندي نباتات مثمره مثلا فاكهه خضار، او نباتات بس ظليه يعني تستظل بيها داخل الحدائق. فده التسميد. الرطوبه دي بتختلف من دوله لثانيه، لان في النباتات ليها خريطه حراريه زي الخريطه بتاعتنا احنا، خريطه، فكل جريد للنبات ينفع النباتات دي تتزرع في انهي زون، في زون من 1 لحد 9، فكل نبته تنفع تتزرع في دول الخليج ليها نباتات معينه، دول شمال افريقيا ليها نباتات معينه تقدر تعيش في الخارج، اوروبا وهكذا، فلازم اعرف نوع النبته اكوردنج للزون. طيب. اللي انا عايش فيها دلوقتي، انا عندي جنينه وعايزه ازرعها كلها نباتات تعيش معايا، يعني بتتواكب مع مناخ مصر. تمام. او الايام دي، فايه نباتات اللي اجيبها وتعيش معايا وتبقى حلوه؟ مناخ مصر مناخ ممتاز جدا، لحتى ايفن للنباتات اللي احنا بننصح بيها داخل، حتى مع التغيرات اللي احنا بنشوفها كل يوم في الجو، حتى مع التغيرات بالظبط. يعني احنا معظم النباتات اللي احنا بننصح بيها هي من عيله اسمها عيله الفايكس. الفايكس دي في منها انواع كتيره، اشهرها اللي بتيجي موجوده في الفنادق، اللي بيتحطوا في اللاندسكيب، في المستشفيات، في المداخل، الفايكس ليراتا، والفايكس بنجامينا، والفايكس الاستيكا، اسامي لاتينيه، لكن الثلاث أنواع دول من أكتر العائلات النباتية اللي بتنفع تتزرع خارجي في الحدائق، وبتدي شكل جميل جدا جدا، وخاصة لما بتكبر لأنها بتتحول لشجرة، فبتدي غير الشكل الجمالي، بتقلل دخول الأتربة للمنزل، بتنقي الجو، يعني بتنقي الجو، بتعمل مكان ظل، الجو يبقى رطب، لأنها بتزود الرطوبة نتيجة عملية النتح أو الريسبيريشن اللي هي بتعملها. حلو قوي. طيب دكتور محمد، برضو الورد البلدي، يعني أنا من عشاق الورد البلدي، ولكن لما بيجي يتزرع كده بحس إن هو يعني بيطلع يظهر حلو جدا وفجأة يموت ويدبل، هل الورد البلدي ليه رعاية خاصة أو معاملة خاصة جدا ولا لا؟ يعني مية كل يوم وتمام يعيش؟ مية كل يوم، بس أي نبتة إحنا بنربيها أو بنرعاها عشان الأزهار أو الزهور بتاعتها بتحتاج تحط لها بعض الحاجات الزيادة، زي حاجة اسمها الإبسوم سولت، أو المعروف عند الناس اللي هو الملح الإنجليزي. وده عبارة عن كبريتات مغنيسيوم. ليه؟ لأنها دي بتساعد في عملية الإزهار بتاعة النبتة، وتخلي الكثافة بتاعة النبات في الإزهار تزيد. فدي حاجة ناس كتيرة ما بتبقاش عارفاها، وبتبقى تعتقد إن بس المية هي المطلوبة، بلس إن الفيرتلايزر اللي أنا بستخدمه بيكون في نسبة فوسفور عالية. فأي نبتة بربيها او برعاها عشان الورود او الازهار محتاجه الحاجات دي، مش لازم بس النوع اللي انا اتكلمت عنه. بالظبط. حلو جدا. طيب دكتور محمد، هسه مكملين معاك، كان هنطلع لفاصل و خلاص. طيب احنا فقرتنا خلصت، انا ما حسيتش بالوقت خالص، كان في كلام كتير جدا كنت عايزه اتكلم فيه مع حضرتك، ولكن ان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني. ان شاء الله. شرفت بوجودك جدا دكتور محمد، وبالتوفيق والنجاح يا رب في قناتك وفي المجال بتاعك. شكرا جدا. شكرا ليك. شكرا جزيلا. احنا لسه مكملين معاكم بعد الفاصل النشره الفنيه واخر الاخبار الفنيه في مصر والوطن العربي والعالم، استنوني.
ورجعت لكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع الفقرة الفنية الأسبوعية اللي هنعرض لكم فيها أهم الأخبار الفنية على مدار الأسبوع في مصر والوطن العربي والعالم. الحقيقة إنه أول خبر معانا هو مؤثر جدا، لأنه يخص يعني فنانين عزاز علينا جدا، يمكن برسائل مؤثرة وأدعية. أحيت الفنانة دنيا وأمي سمير غانم ذكرى وفاة والدهم نجم الكوميديا الكبير سمير غانم، اللي رحل عن عالمنا من سنتين عبر حسابهم بموقع إنستغرام. كتبت دنيا سمير غانم، قالت: اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء، وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم. اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. بحبك يا بوبي. ونشرت أمي سمير غانم صورة بتجمعها بوالدها، واكتفت بس بالتعليق بكلمة واحدة: بحبك. رحلت عن عالمنا أميمة عبد الحكيم كنان، شقيقة الفنانة أثار الحكيم، وأعلن خبر الوفاة أو أعلنه عمر جودة ابن الفنانة أثار الحكيم عبر صفحته الخاصة على موقع إنستغرام. وكتب عمر جودة عبر خاصية ستوري: إن لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي الغالية أميمة عبد الحكيم كنان، نسألكم الفاتحة والدعاء. احتفل الملحن والموزع الموسيقي المميز جدا حميد الشاعري بحفل زفاف بنته اللي أقيم بأحد فنادق القاهرة، وحضروا نجوم جيل الثمانينات والتسعينات، وحضر عمرو دياب اللي قدم عدد كبير من أغنياته في فقرة استمرت لأكثر من نص ساعة. وكمان حضر الحفلة محمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بالإضافة لمجموعة من نجوم الفن والغناء منهم يسرى، أحمد زاهر، شذا، ساندي، تامر حسين، نصر، وهاني محروس، وعدد كبير من الملحنين والشعراء. مركز السينما العربية أصدر قائمة جديدة بتتضمن أكثر من 100 شخصية سينمائية في الوطن العربي كان ليها تأثير كبير في السينما خلال 2022، وده كان على هامش مهرجان كان السينمائي. القائمة كانت بتضم 7 فنانين و21 مخرج و12 منتج، وبتضم فنانين وصناع سينما من 24 دولة بتتصدرها مصر. القائمة من مصر بتضم تامر حسني، يسرى، حسين فهمي، أحمد مالك، هشام نزيه، وجابي خوري، ونشوى جاد الحق. وبتضم القائمة من نجوم الوطن العربي رزان جمال، ورايا أبي راشد، وأنتون خليفة. من أيام تم طرح بوستر فيلم البعبع بطولة النجم أمير كرارة وياسمين صبري، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى. يمكن فيلم البعبع بيشارك فيه باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتة، محمد أنور، بالإضافة لعباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي. بتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، وبيجسد أمير كرارة شخصية مجرم تائب اسمه سلطان. طرحت المطربة أنغام أحدث كليباتها بعنوان سيبك أنت، ده على قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع مادي وإخراج جمال عادل. طرحت كمان أنغام في فبراير أغنية نسينا نعيش، واللي حققت نجاح كبير جدا وحازت إشادات من الجمهور. نشرت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي مجموعة بوسترات جديدة لأبطال العمل الرئيسيين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منهم بوستر لكريم محمود عبد العزيز وهو في محل كوافير، وعلق عليه وقال: هنفضل فريق واحد، إيهاب الروبي من بيت الروبي صيف 2023. ونشرت كمان بوستر، أو تم نشر، أو الشركة نشرت بوستر للفنانة نور اللبنانية بلوك جديد، وعلقوا عليه وقالوا:
هنفضل فريق واحد، إيمان الروبي من بيت الروبي صيف 2023. ده بالإضافة لبوستر بيجمع نجم العمل كريم عبد العزيز بكريم محمود عبد العزيز. بتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، وبيشارك في بطولة فيلم بيت روبي عدد كبير من الفنانين بجانب كريم عبد العزيز، منهم طارق عماد وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تحديد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية، وأنها لا تتجاوز الـ 12 ساعة يوميا، وده وجه القرار ده بهدف تنظيم العمل وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة، وطبعا حفاظا على القوة الناعمة المصرية. انه وصل الامر انه استمر التصوير في احد الاعمال الفنية ل 52 ساعة متواصلة. روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع انستغرام لفيلمه الجديد على الزيرو، والمقرر عرضه في موسم عيد الاضحى المقبل. نشر محمد رمضان مجموعة صور من كواليس الفيلم وعلق وقال: حمزة وشهرته دراجون أجمد دي جي في مصر، ومريم ويوسف حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى على الزيرو، تأليف مدحت العدل، إخراج مندو العدل، وإنتاج العدل جروب، ثقة في الله، بركان نجاح. فيلم على الزيرو من بطولة محمد رمضان، نيلي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج مندو العدل، وإنتاج جمال العدل. أطلقت الفنانة جنات برومو أغنيتها الجديدة وكأنك سكر، اللي من المقرر طرحها بالكامل بكرة، وتعتبر أحدث أعمالها الغنائية بعد فترة غياب دامت أكتر من شهرين. أغنية كأنك سكر ألحان مدين، كلمات أحمد عيسى، توزيع يحيى يوسف. كانت آخر أعمال جنات أغنية التفاح والفراولة اللي نشرتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ألحان محمد الصاوي، وأغنية يا بختي بيه من كلمات أحمد سرور وألحان إسلام رفعت. كده بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الفنية، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من إنبوكس، ونشوفكم دايما الحد في أخبار فنية جديدة. دايما استنونا، باي باي.